لوب لليوم الأربعاء مع دكتورة جوسلين ساسين مثل العادة رح نتناول فيه موضوع اللقاحات يلي بتبلش أو منصير نفكر فيها مع بداية فصل الشتاء والبرد والخريف. طبعا هاللقاحات في كتير ناس بياخدوها سنويا وبشكل معتاد، ولكن تفشي اليوم كورونا هل بيستدعي توصيات جديدة؟ هالشي رح نطرحه مع دكتورة ساسين. صباح الخير. صباح النور دكتورة ساسين. طبعا اللقاحات الموسمية مثل ما بنسميها قربت، بلشنا بفصل الخريف وفي كتير ناس بلشت تفكر باللقاحات. أول شيء خلينا هيك نفسر بشكل عام قبل ما نحكي عن تداعيات كورونا أو المونكي بوكس بهالفصل، شو هي اللقاحات يلي بنعتبرها موسمية وبعض الناس بيضطروا ياخدوها بهالوقت؟ صحيح ماجي، بتعرفي نحن كأطباء بالعيادات يعني بنعتمد الطب الوقائي إلى جانب الطب اللي وقت بنحكم شخص جاي مريض يعني عنده مرض، ولكن أوقات لما نتاخد بمرض الشخص بننسى شيء أو ما بننسى، أوقات يمكن ما كتير بنركز على الطب الوقائي، يعني نتفادى الأمراض أنها تجي بشكل خطير على جسم الإنسان. من هون بتجي أهمية اللقاحات، غير لقاحات كورونا بدنا نحكي، لأنه بفترة كورونا يمكن نسينا شوي اللقاحات الوقائية اللي بتحمينا من عدة أمراض خصوصا عند الفئات المعينة من الناس المعرضة أكثر للمضاعفات. أهم اللقاحات هلأ على فصل الشتاء هن أكيد لقاح الإنفلونزا مثل ما كل العالم بتعرف، ولحسن الحظ انه صار في وعي كثير كافي ماجي، في كثير ناس هلا بيجوا على العيادات وبيسالونا انه لازم ناخذ لقاح الانفلونزا وايمتى لازم ناخده واي عمر. فهون بدنا نقول انه كل الناس بيقدروا ياخذوا اول شيء لقاح الانفلونزا. الناس اللي اكثر خطوره هن اللي كثير صغار بالعمر واللي كثير كبار بالعمر، يعني اللي تحت السنتين واللي فوق ال 65 سنه، وخصوصا الاشخاص اللي عندهم مشاكل صحيه مثل السكري، ضغط، مشاكل قلب، مشاكل امراض خبيثه، بياخذوا ادويه بتخفف المناعه، الربو، الانسداد الرئوي المزمن بشكل خاص كمان بدنا نشدد عليهم. هدول الاشخاص يعني الاشخاص اللي بيدخنوا بيصير عندهم نوع من الانسداد الرئوي المزمن، هدول اشخاص معرضين اذا لقطوا الانفلونزا وما كان عندهم نوع من المناعه من جراء اللقاح ممكن يعملوا مضاعفات وتؤدي الى دخول المستشفى. نعم. هلا الارشادات الصحيه الجديده بتقول انه نحن كنا نقول انه ابتداء من عمر السنتين فينا نعطي لقاح الانفلونزا، ولكن هلا الريكومنداسيون الجديد بيقولوا حتى ابتداء من عمر الست شهور الولد بيقدر ياخذ لقاح الانفلونزا، ولكن اكيد هم بالاتفاق مع الطبيب الاطفال هو بيعرف اي لقاح لازم يعطي للطفل اللي عمره تحت اللي عمره ست شهور وطلوع. نعم. انا عفوا يمكن قلت تحت الست شهور، ابتداء من الست شهور وطلوع. ابتداء من ست شهور حتى نكون دقيقين نفهم المساج. صحيح. لانه هون اكيد مساجات طبيه كثير مهمه وبدنا نكون شوي دقيقين بعطي المعلومات. اكيد. اذا هيدي هي التوصيات الجديده، وهل في توصيات يعني مستجده لانه في كورونا عشنا معه ثلاث سنين؟ صحيح ماجي، بظل جائحة كورونا ومع الوقت من خلال اللقاحات اللي انعطت لشريحة كبيرة من المجتمع شفنا أنه المتحورات الجديدة اللي ظهرت بالمجتمع هي متحورات منا شرسة على جسم الإنسان، وهذا لحسن الحظ، وفينا نقول أنه تحولت عوارض الكورونا لعوارض رشح تقريبا شوي، ما أنه كتير خفيف، يعني أوقات بيجي خفيف أوقات بيجي قوي حسب بعض الناس، ولكن بعدنا بدنا نقول أنه بعد عم بيصير في وفيات من جراء كورونا، يعني ما فينا نعتبرها انفلونزا او فلو عادي ابدا، يعني هيدي كمان اخر ارتيكل قريناه انه صحيح العوارض بتتشابه وصحيح سريريا نحن ما بنقدر نفرق بين كورونا وبين الانفلونزا او الرشح العادي، مشان هيك لازم نلجا للفحص الكورونا اللي هو البي سي ار او الرابيد انتيجين تيست. بدنا نشوف انه كمان بعدنا بالعالم بنشوف وفيات اكثر من كورونا من الوفيات من جراء الانفلونزا. نعم. فبوجود هالجائحه اللي بعدها موجوده بدنا ناخذ لقاح الانفلونزا وبدنا ناخذ لقاح الكورونا،
وهون بنحكي عن البوستر، يعني لأنه إذا بدنا نعتبر شريحة كبيرة من الناس اللي أخذت البرايمري فاكسين يعني اللقاحات الجرعات الثلاثة، بدنا نوصل على شيء اسمه بوستر اللي هي الجرعة الرابعة. وكنا صحيح ماجي كنتي عم تسأليني عنا بأول الصيف، وكنا عم نقول إنه نحن هلأ على قرب الخريف يمكن يكون عنا جواب واضح أكثر على الجرعة الرابعة، لأنه في لقاح جديد صار موجود إن كان من فايزر ولا موديرنا. هذا اللقاح بيقولوا له بي فيلنت فاكسين. شو يعني بي فيلنت فاكسين؟ نحن اللي كنا عم ناخده من قلهم مونو فيلنت فاكسين، يعني كان عم يغطي الكورونا فيروس السوش اللي بنعرفها نحن الأساسية. نعم. سوش وحدة عم تعطينا مناعة عليها، يعني جسمنا عم يعطي مناعة عليها. هلا البي فيلنت بغطي الكوفيد الكورونا اللي بنعرفها مع المتحورات الجديدة البي اي 4 والبي اي 5 اللي موجودين هلا بالمجتمع المسيطرين. سو هيدا الفاكسين بغطي اثنين سوش، ومن هون انا بدي شجع الناس انه ناخذ هلا الجرعة الرابعة هلا، لأنه بتغطينا يعني لاثنين فيروس كورونا موجودين، وبتحصننا من أنه نلقط هيدا السوش الموجود هلأ، أو إذا لقطنين نلقطه بشكل خفيف أكتر. طيب بنقدر نعملهم مع بعض دكتورة ساسين أو لازم يكون في فارق وقت؟ هلا هن بيقولوا فينا نعملهم مع بعض، بس انا دائما بقول حالة لقاح بفضل انه يكون في على القليله جمعه او جمعتين بين كل لقاح ولقاح. نعم. افضل للجسم حتى هيك يعني ما ينخض الجسم وما في خطوره، بس انه افضل يكون في مسافه بين اللقاح واللقاح. وبتعتقدي دكتوره ساسين موجود هاللقاح البوستر يلي حكيتي عنه بلبنان صار موجود؟ هلا موجود بالعالم بعد ما انه موجود بلبنان. الموجود هلا هو اللقاح اللي بنعرفه العادي، بس البي فيلنت فاكسين بعد ما انوجد بلبنان، بس اكيد رح يصير موجود بلبنان. وبدنا نقول انه الفايزر بينعطى البي فيلنت فايزر فاكسين عم نحكي بينعطى للاشخاص من 12 سنه وطلوع، والموديرنا بينعطى من 18 سنه وطلوع. اوكي هلا الشريحه بين الخمسه و 12 سنه بعد ما فينا نعطيهم البي فيلنت فاكسين، فينا نعطيهم اذا بدنا نعطي الجرعه الرابعه بنعطي العادي الفاكسين الموجود يلي هو المونو فيلنت يلي موجود وبنعرفه كلنا اخذناه. نعم. المونكي بوكس او فيروس القرود يلي كمان موجود ومتفشي وبعده يعني عم نشوفه ولو كان بوتيره يمكن مش اسرع من كورونا، هل كمان صار في لقاح وكمان بنقدر ناخده مع هاللقاحات اللي ذكرتيها؟ صحيح ماجي، هلا هو اللقاح اساسا كان موجود، وبفضل هذا اللقاح اختفى هالفيروس وما عدنا نعطيه، ولكن بعده موجود. ولكن هيدا تعدل هيدا الفاكسين وصار موجود، بينعطى للأشخاص اللي إذا بدك تعرضوا لشخص مصاب بالمونكي بوكس. نعم. ساعتها فينا نعطي الفاكسين كحماية حتى إذا لقط هالشخص ما يعمل عوارض شديدة يعني، أو حتى ما يعمل عوارض أبدا. فاللقاح بينعطى بهيدي الحالة بس، والحمد لله أنه المونكي بوكس بعدنا بنقول أنه هيدا تفشي منه جائحة، والأرجح أنه ما يتحول لجائحة خصوصا بوجود الفاكسين للأشخاص اللي بيتعرضوا، يعني هيك عم نمنع التفشي يتحول لتفشي أكبر ويتحول لجائحة مع الوقت. حلو. لفتني دكتورة ساسين اللي قلتي أنه بنعطيه للأشخاص يلي تعرضوا لشخص، يعني بينفع يعني فعال إذا أخذناه من بعد ما تعرضنا مش قبل؟ صحيح صحيح. نحن هلا الانديكيشن انه ينعطى للاشخاص اللي تعرضوا لشخص مصاب حتى ما يتفاقم المرض عندهم، ولحتى ما يتفشى المرض اكثر، لانه مثل ما بنعرف نحن انه بس نتعرض لشخص مصاب يعني نحن معرضين ننصاب، واذا انصبنا معرضين نصيب غيره. صحيح. وهيك التفشي بيتحول لتفشي اكبر ولجائحه. بالفاكسين بنمنع هذا الشيء يصير. نعم. دكتورة ساسين حضرتك اختصاصية بأمراض الرئة، ومنعرف قديش هالمشكلة خطيرة، قديش تتفاقم أكثر بوجود هالفيروسات اللي عم نحكي عنها كمان، وبوجود أكيد الإنفلونزا الموسمية يعني يلي بيتعرضوا لها هالأشخاص المصابين بأمراض الرئة بالشتاء. كمان ضروري ياخدوا لقاح هالأشخاص، وهل كمان بيكون فاعل وبيحميهم من الإصابة الخطيرة بالرئة؟
صحيح. هيدا هون بدنا نحكي عن الفاكسان تبع البنمونية، بنسميه فاكسان بنمونية ولو مش هيك يعني تسميته الحقيقية، ولكن إذا بدنا نحكي بالعربي الدارج يعني الأشخاص المعرضين ليعملوا بنمونية بتعرضهم لخطر دخول المستشفى أو دخول العناية الفائقة أو لا سمح الله خطر الوفيات، هيدول الأشخاص هن اللي لازم ياخدوا هيدا اللقاح. هذا اللقاح شو هدفه ماجي؟ هذا اللقاح هدفه إذا إنه الشخص أصيب ببنمونية إنه هالبنمونية ما تتحول لوضع خطير وتخليه يفوت العناية الفائقة أو لا سمح الله يكون في خطر الوفيات. هذا اللقاح مش الهدف الأساسي تبعه، مش إنه يمنعنا نعمل بنمونية، لأنه هون بدنا نكون واضحين مع الناس، في كتير ناس بياخدوا بيفكروا إنه ما رح يعملوا بنمونية، لا نحن هذا اللقاح لحتى البنمونية ما تكون خطيرة، مش إنه ما نعمل بنمونية، فينا ناخد اللقاح ونضل نعمل بنمونية، ولكن البنمونية بتتعالج بالبيت مع الأنتيبيوتيك العادي من دون ما يكون في خطر المضاعفات. سو هيدا اللقاح هدفه إنه يمنع خطر المضاعفات إذا أصبنا ببنمونية. البنمونية هي أكيد التهاب بالرئة اللي أقوى من البرونشيت اللي بنقول له النزلة الصدرية بالعربي. نعم. والأشخاص أكيد الأساسيين اللي لازم ياخذوا هاللقاح هن الأشخاص اللي عندهم مثل ما قلنا بأول الحلقة إنه اللي عندهم انسداد رئوي مزمن، اللي عندهم ربو، اللي عندهم مشاكل قلب، مشاكل سكري، مشاكل ضغط مزمن، مناعة ضعيفة، كل هول الأشخاص. وأكيد الأطفال عندهم جدول لهيدا اللقاح ببلشوه عند طبيب الأطفال وبياخدوا عدة جرعات منه. صحيح. ولكن الكبار بنكتفي بجرعة واحدة أو ماكسيموم جرعتين، إذا حسينا الجرعة الواحدة ما بتكفي بنعمل جرعة بعد سنة أو بعد سنتين، ولكن ب90% من الحالات بنكتفي بجرعة واحدة لمدى الحياة. لمدى الحياة، هذا كنت بدي أسألك، يعني هو منه هون لقاح موسمي، هو لقاح لازم ياخذوه بعض الأشخاص اللي ذكرتيهم يلي عندهم هالمشاكل بياخذوه مرة واحدة. صحيح ماجي، بس هون بس بدي حدد انه اذا كنا عم نحكي ما رح نسمي، ما بعرف اذا بحق لي نسمي عن اي واحد فينا ناخده مره واحده بالحياه. تفضلي. اكيد يعني هو لقاح البريفنار هيدا بيتاخد مره واحده، ومثل ما قلت اذا اضطرينا ناخده بعد سنه او سنتين مش اكثر من يعني مرتين. ولكن في لقاحات كنا نعطيها قبل وجود هيدا اللقاح، كنا نعطيها هديك اللقاحات كمان بتحمينا من المضاعفات البنمونية، هي بتتاخد كل 5 سنين مره. نعم. هلا بلبنان للاسف لعدم توافر اللقاحات كلها بشكل كافي لكل الناس، اوقات بنعتمد اللقاح اللي بناخده كل 5 سنين، واوقات بنعتمد اللقاح اللي ناخده مرة بالحياة حسب توافر اللقاح طبعا. نعم. فإذا حتى هو الأشخاص كمان بيقدروا ياخدوا مثلا أول أسبوع لقاح البوستر تبع كورونا، بيرجعوا بعد أسبوع بس يرتاحوا بياخدوا لقاح الإنفلونزا، وبيقدروا ياخدوا لقاح التهاب الرئة لحتى كمان يكون موسم هالشتاء شوي يعني سليم عليهم مثل ما عم نقول. 100% ماجي، مثل ما اختصرتيون هيدا هو الجدول الأساسي هلأ لازم يعتمدوه الأشخاص اللي عندهم مثل ما قلنا مشاكل صحية، لقاح الكورونا، البوستر يعني، ولقاح الإنفلونزا، ولقاح التهاب الرئة. والأفضل أنه يكون في أسبوع أسبوع بين كل لقاح ولقاح. والتايمينج هو هلأ نحن يعني إذا بدك ليش بناخده هلأ قبل ما يجي الفصل الشتي ويبلشوا البيك تبع الإنفكشن تبلش، بناخده لأنه كل لقاح بناخده بده أسبوعين على القليلة تيبلش يعطينا الأجسام المضادة بالجسم. نعم. تجاه الفيروس أو البكتيريا اللي عم ناخدها، فنحن بناخده قبل بوقت حتى نعطي مجال لجسمنا يولد هالأجسام المضادة حتى في حال تعرضنا للفيروس بعدين نكون محصنين. ولكن إذا الأشخاص تأخروا وما أخذوا it's never too late. أنا دايما بقول لهم للمرضى أنه إذا لقاح الإنفلونزا ما لحقت تاخده بأول الخريف أو بنص الخريف، حتى لو بنص الشتاء كمان فيك تاخده، دايما اللقاح مفيد حتى لو بأي وقت أخذناه، never too late. حلو. شكرا دكتورة جوسلين سيسين على كل هالمعلومات الوقائية، مثل ما قلتي كثير مهمة الطب الوقائي إلى جانب الطب العلاجي. بشكرك وبشوفك أكيد الأربعاء الجاية، على أمل طبعا أنه يكون هاللقاحات متوفرة اللي عم نحكي عنها مع كل هالأزمة يلي عم نعيشها. بارح عم بقرأ
كانت مقالة بتقول أنه ببريطانيا اليوم عم بيكتشفوا دواء لقاح جديد أو دواء علاجي لمرضى سرطان، وفي تفاؤل وأمل كبير فيه، وهو بيتألف من فيروس كتير كتير بسيط بنعرفه نحن باسم الأربيس. ولكن المحزن اللي منقوله نحن أنه اليوم مرضى السرطان بلبنان الأدوية التقليدية ما عم بيلاقوها، عايشين بلا علاج، عم نفقدهم ونفقد أحبابنا واحد ورا واحد، والعالم عم بيخترع أدوية وعلاجات جديدة، يعني علّه أنه يكون في أذان صاغية.